دكتورة؟ نعم زينة. امتى راجعة حضرتك؟ يعني شو بقول للمرضى؟ مو مبين معي، ما رح اقدر ارجع لحتى اخلص شغلي هون. بالله جد؟ والله برافو عليه، عن جد انه وحش. بس ما علينا، هي كمان منيحة. ايه منيحة. يلا جهاد، لازم ننشر هي كمان، تمام؟ اسمع لقلك، امشي على التلج ولا تخلي دعستك تبين، فهمت؟ خير؟ شايفتك مبلش نهارك مروي، الظاهر في أخبار حلوة. ملك، شوفير التاكسي طلع شغلة، لو ما تدخل فؤاد بآخر لحظة كان حيخلص على براق. كيف؟ ببساطة، فات على البيت كسر كل الرجال اللي جوا. لا تقولها، عم تحكي عن جد؟ طبعا جد. وأنا اللي كنت مفكرة هالشوفير جرأته جرأة الزعران، بس شوف شو طلع محترف. ضل فيه هيك ناس؟ اسطنبول فيها 20 مليون، إلا ما يطلع شي واحد. خالدة. ألو، كيفك خالتي؟ زوجك طلع؟ لا حياتي، ليكو قاعد قدامي. تمام، إذا فاضين حابة أجي أشرب فنجان قهوة معكم. أنتي لسه ما سافرتي؟ لا، عندي شوية أشغال هون وقررت ضل كمان شوي. برافو عليكي، ليكي هالخبر فرحني هلأ. تمام، يلا تعي ناطرينك، تعالي. ما سافرت؟ بحياتي ما كنت مفكر أني هيك محظوظ. الأخبار الحلوة اليوم هيك جاية ورا بعضها. شو يعني هالحكي؟ فيك تدخل أبوه على قد ما بدك بمخططاتك، بس اصحك، عم حذرك، خلي خالدة برا. أنا اللي عم دخلها ملاك؟ أساساً خالدة هي الموضوع كلياته، ما رح يصير لها شيء، لا تخافي عليها، ما رح يصير لها شيء. شو أختي لوين رايحة؟ خير محمود، بلشت أنت كمان تحاسبني؟ العفو مو القصد، بس مش هالرافق. ما بدي يسلم. صباح الخير. شو هالطقس هاد؟ الفصل رح يقلب بعد شوي، ما هيك؟ كنتي رايحة على مكان؟ أي نعم. فينا نحكي شوي أنا وياكي؟ ما عندي وقت. ما عندي 5 دقايق خالدة؟ خير، شو بدك؟ فينا نحكي بخصوصية أكتر؟